صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، الله الواسع، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيما. على الغريب فلا في لآل الله أسرى حواسر سبايا، على الأكوار سبي الديالمي حواسر بين الشامتين، وجوهها تستر عن نظارها بالمعاصم، وتهتف شجوا بالحماة كأنما تعلمن منها آتفات الحمايا. وتذري دموعا كالعقيق سوافحا عليهم، ونار الوجه ملء الحيازم تشاهد زين العابدين مكبلا على ظهر مهزول المطى والقوائم، من بلدة تسبى إلى شر بلدة، ومن ظالم تهدى إلى شر ضايا. وصلت الشام سبية عساني، لا وصلت الشام. أي زينب تخاطب أخاها الحسين وتبين له شنو اللي جرى عليها بالشام. وصلت الشام سبية عساني، لا وصلت الشام، نزل سوي الزلم طلعت تتفرج على الأيتام، جمع ظلام والخدار تتراجف من الظلام، ولا واحد من اخوتنا حضر ويشوف حالتنا، يا اهل الشيم وقفتنا بين الزلم يا الوليان، تاذيكم وتاذينا. ذيك الساعة صحت يا حسين العمر لا طالت ايامه،
يا خويا الشام هد حالي ودعاني الليل ما نام أعلى يزيد الرجس طبيت وراسك كان قدامه ويضرب راسك قبالي وهاجت نار دلالي صحت لا تضرب الوالي عسى شلتي منك ليش تضرب راس والينا يزيد ومن سمع حجينا اضسب والد وسبني بهذاك المجلس المعشوم قام النغل يضربني عمت عين الدغر للشام عقب حسين دولبني عقب الخدر ذاك الفايات للي بمجلس الشمات ويعود إلا الفرح حيات وتعود أخوته بالخير تتعمر نوادير أعظم مصيبة عليه دخوله إلى الشام تقول والله علاي علاي يا نصب رأس الحسين ويدك يزيد نصب راس الحسين ويدك علاي يا يزيد قبال عين ونشت علاي بجيت وصحت وانا ليصل علاي لعد عباس خلي يلحق علي ايه لعد عباس خلي الحياة علي ندبت ابو فاضل ندبت ندبت لاخوها العباس زينب في مجلس يزيد ندبت اخاها ابو الفضل قال لك اليزيد يزيد تتكلم معي بهذا الشكل لأنني بغير والي من أين أتيك بأبو الفضل من أين أجيب أبو فاضل صاحت إذا عندك حاجة وجهها ويا رسالة زينب للعباس قمر بني هاشم أنا أدري متأكد 100% ما عندي شك ولا ذرة أبو فاضل جاي هو من معه جاي هسه بالمجلس حاضر ويانا جاي يسمع القراية نعم ولو هو إذن الله السامعة العباس عظيم الشأن فأريد أقرأ ما أريد أعلق على هالموضوع أقول لك أبو فاضل سيدي أقسم عليك بزينب أريد لمنك هدة 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 وانت أبو الهدات يا أبو فاضل بعضنا هم يريد له شوية تأديب قرصة ذن لو يتخشم هذا بس واحد مثلا أولاده وعزيزين عليه لكن من شوية منا ومنا يزمخ به شوية حتى يخوفه قد تهدب لك شوية الشكل أبو فاضل أريد من عندك فرد هدى إن شاء الله إهدائية شوية تأديب يا الله وياي بالله اسمع الحكاية ذني على لسان زينب تقول وين بس ها كلكم شاركوا مو بس تتفرج علي كلكم وين ما تسمع وين ودير بالك ها خاف شوية ياخذك نوع عرفت مولانا بشكل وآخر وتبتعد عن هالونة هاي الشيطان يقشمرك شو شقرة بذنك يوسوس ترى الشيطان متونس هالأيام مكيف بس الله يكسر بأسه إن شاء الله إيه يا أبا الفضل هاي هاي هلونا 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 هاي لها فعل إيه والله وين 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 الذي ينغر علينا والله وين الذي ينغر
الذي ينغر علينا ويوصل لعد حام الضعين. وين الذي ينغر علينا يا اللي بيغير سيدك يا اللي ينغر بيحد ما أكل شالة الغيرة يا زينب راحت الحميه وين الرحمه وين الرقه وين القلوب الكسيره اللي الله يرحمها. تقول وين الذي ينغر علينا يوصل لعد حام الضعين. اي والله يوصل لعد حام الضعين وان كان ما يعرف ويلينا. شنو علامته سيدي اذا ما عرفه؟ تقول ان كان ما يعرف ويلينا يا العلامه السهمنا بتبعد. والله العلامة سهمنا بتبعى. يسراه مقطوع ويمينه وبالعمد راسه صايبين. من المدينة يخلافك يا ابو الغيرة ولينا خويا الشعب شوف الزمان ايش عمل بينا خلاك عالشاطر هنا هنا يا ابو فاضل انت طحت واحنا نسبين اي بس ما طحت واحنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاعر ابن أبي الحديد المعتزلي يخاطب الإمام علي بقصيدة، من هذه القصيدة أقرأ أبيات. يخاطب الإمام يقول له يا هازم الأحزاب لا يثنيه عن خوض الحمام مدجج ومدرع يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع لولا حدوثك قلت أنك جاعل الأرواح في الأشباح والمستنزع لولا مماتك قلت أنك قاسم الأرزاق تقدر في العطاء وتمنع ما العالم العلوي إلا تربة فيها لجثتك الشريفة مضجع أقول فيك سميدعون كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع حاشا لمثلك أن يقال سميدع بل أنت في يوم القيامة حاكمون في العالمين وشافعون ومشفع
والله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولا جمع البرية مجمع. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي لا يضاهيه بالشرف والمجد والنفسية إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهما من نفس واحدة. قال النبي صلى الله عليه وآله: جميع الناس من شجر شتى، وأنا وعلي من شجرة واحدة. جميع الناس من شجر شتى، وأنا وعلي من شجرة واحدة، فماذا تقولون في شجرة أنا أصلها وفاطم فرعها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارها وشيحتنا ورقها؟ اسمعوا يا مؤمنون، اسمعوا أيها الأخيار، هذا حديث الرسول وهو أشهر من نار على علم كما يعبرون، ومعروف عند المخالف والمؤلف ومتفق عليه أن النبي قال هذا الكلام، بس هنا ألفت نظركم لما يقول النبي صلى الله عليه وآله: وشيعتنا ورقها، ورق هذه الشجرة. ايش قال بعدين؟ قال: فمن تمسك بها عبرت به إلى الجنة، ومن سقط منها هوى إلى النار. تمام، أنت من شيعة أهل البيت وبهالشجرة، بس أكو شجرة بيها ورق أصفر يصير ضعيف، أقل نسمة هوى من تجي وتهز الشجرة توقع حايل ورقة الصفرة الضعيفة، وأكو ورقة خضرة قوية متماسكة لو يغرب بها الريح ويشرق فهي ثابتة ولا تنتقل من مكانها قيد أنملة، يعني ثابتة شجرة ورقة ثابتة بالشجرة. وهذا مثل هواية عظيم، فإن تكون تثبت ويا أهل البيت قل لا تغرب وتشرق بيك الأفكار والآراء وتروح منا ومنا، تشلب بهالشجرة هذه. إذا تمسكت تمسك واقعي وما غررت بيك المغريات ولا الأطماع ولا تبدلت وظليت ثابت، فأنت بالنتيجة تحبر تحت حماية آل محمد إلى الجنة. وبالك يوم من الأيام أنك تبيع هذه النفس الغالية التي اشتراها الله منك بثمن بخس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون من أجل الله، يكون عملهم خالص. بالكم من الأيام فد واحد يجي يبسبس بإذنك وسواك بغير صفحة، خذك وغيرك وبدلك. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا رجل من شيعتنا تحول عنا إلى جهة ثانية، الله سبحانه وتعالى يبدلنا بخير منه، وذاك لا أسف عليه. منتبه الكلام؟ قال الإمام جعفر بن محمد الصادق
عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كان رجل من شيعتنا تغير وخالف مذهبنا، تحول من مذهب أهل البيت إلى مذهب آخر، يقول هذا احنا ما يهمنا خليه يروح، لكن الله يبدلنا بغيره وبأحسن منه. وتلا الآية الأخيرة من سورة محمد صلى الله عليه وآله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الدعاء: اللهم لا تستبدل بي غيري. أطلب من الله أنه يا رب دائما خليني بهالمجالس، تحت هالمنبر، تحت هالقبة، تحت هالظل الظليل هذا، لا يوم من الأيام تطردني توديني شو وين وتجيب غيري. اللهم لا تستبدل بي غيري. وبالك أنه تحاول يوم من الأيام أن توصل إلى الثروة أو إلى المنصب أو إلى السعادة من طريق الختل والغدر والحيل والكذب والدجل، فإن هذا العمل هو نفسه حبل يلتف على رقبتك ويخنقك. والدليل على ذلك كلمة للحسين عليه السلام، اسمعوها يا شباب وسجلوها على قلوبكم واسمعوها بمسامع قلوبكم: رحم الله من سمع حكما فوعى وأخذ بحجزة هاد فنجا. هاي الدنيا مزلاقة، إذا أنت ضعيف وترعش ما تقدر تعبر، الزم واحد قوي حتى يعبرك. حجزة مال هادية، واحد قوي حتى يعبرك. أخذ بحجزة، من أخذ بحجزة، هاي كلام الإمام علي: رحم الله من سمع حكما فوعى وأخذ بحجزة هاد فنجا. والهداة الذي نأخذ بحجزتهم هم أهل البيت من آل محمد سلام الله. وهاي الدنيا بحر عميق يا شباب، أخاف بعدك يعني مغرور بشبابك، مغرور بثروتك، بمنصبك، بكذا، بالمغريات هاي اللي مالها ما بيها فايدة. اغتنم أيام فليغتنم كل مغتنم منكم شبابه قبل هرم. هذا هنا لقمان يوصي ابنه، لقمان أب حكيم يوصي أولاده، وعنده ولد يوصي، وهذا معناه أنتم يا الآباء وصوا أولادكم. ليش يصير هالتسيب؟ ليش المشاكل هاي صايرة احنا عندنا؟ زين ذولا ما عندهم آباء، ما جاي يوصوهم. على كل حال، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا، هذا قرآن دينادي يصيح ليل ونهار القرآن، الله أكبر. لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله، دير بالك أنا عندي ثلاث كلمات إجا هذا الكلام عليهن، لا يروح الأساس والأصل نرجع إليه. بس هنا النبي يقول: يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. النبي سأل جبرائيل، قال: حبيبي يا جبرائيل، اقرأ هاي الرواية في كتاب يوم الخلاص كامل سليمان يذكرها، قال: حبيبي يا جبرائيل، هل تنزل إلى الأرض من بعدي؟ قال له: نعم، أنزل 10 مرات. قال له: 10 مرات تنزل؟ قال له: نعم.
قال لأول مرة أنزل أرفع البركة من الأرض. عجيب. قال له ليش؟ قال له إذا خان الشريك شريكه وعق الأولاد آباءهم وتقاطعت الأرحام وصار الجار يسطو على جاره. أي أبا شرد علق على هالحكي أشك ثوبي أيوة. ألطي جارك عجيب جارك. يا أيها الذين آمنوا إلى أن ينتهي الكلام بهذا القول وبهذه الكلمات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى أن يقول وبالجار ذا القربى والجار الجنب والصاحب بالجن وما ملكت أيمانه. عجيب شو القرآن ايش يوصينا. يقوم النبي قال هاي الآية بها وصايا بعضها معطوف على بعض بما فيها الجار اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. قرن الاحسان بالوالدين بالعباده الصادقه مع الله. بعدين جاب الجيران ويعني يعني اذا انت صدق تعبد الله دير بالك على هالوصايا هاي. والجار ذي القربى والجقام. النبي على حاله قال علمني جبرائيل وأمرني الله أن أقوم وأبين لكم. قال الجيران من هذا اليمين 40 ومن الشمال 40 ذول الجيران. 40 جار عن يمينك واحد بصف واحد ذول جيرانك. عن شمالك ذول جيرانك. قدام عينك 40 وراك هم 40. 40 عن يمينك 40 عن شمالك 40 أمامك 40. إيش كثر صاروا 4 × 40 160 جار. ذولا جيرانك جيرانهم 160 جيرانهم جسمي وهكذا جار. يعني أصبح شنو حق الجار على الجار؟ أن لا تكشف سره ولا تتصنت على أخباره ولا تنظر إلى عرضه بسوء. عجيب غريب. واخذ النبي فصل او قال اكو جار الى ثلاث حقوق او جار الى حقان او جار الى حق واحد. الجار الذي الى ثلاث حقوق جارك وهو حق الجوار واخوك بالدين ومن ارحامك. هاي ثلاث حقوق. ابن عمك مجاورك لو من قرايبك ابن خالتك ابن عمتك ابن خالك ذول ارحامك. نعم ابن 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 عمتك ذولا ابن 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 ذولا أرحامك صار حبيبي ذولا جيرانك. هذا جارك من أرحامك إلى حق الرحمية وبعدين إلى حق الدين لأنه مسلم وبعدين إلى حق الجوار. هذا إلى ثلاث حقوق. هذا جار. الجار الثاني له حقان وهو حق الدين وحق الجوار. أي اثنين. أو أكو جار إلى بس حق واحد وهو حق الجوار فقط لأن لا مسلم ولا من أرحامك. شنو جيرانك هذا صبي تركيفي من أي ملة من الملل من أي نوع من الأنواع مو مسلم بس جارك. يقول الإمام العسكري عليه السلام شيعوا جنائزهم وصلوهم وشاركوهم في وصية إليه إلى أن قال سلام الله عليه الإمام العسكري الإمام الحسن العسكري اللهم ارزقنا زيارته وزيارة أبيه الهادي. الله أنا عندي مجلس خاص أقرأ على أنا من أذكر الإمام الهادي وأشوف صورة قبة الإمام الهادي قلبي ينخمش والله والله قلبي أتأذي. وأنا قلت بوقت هذول اللي فعلوا هالفعلة ما تدور عليهم السنة أبدا
إن شاء الله، ونسأل من الله أن ينتقم لآل محمد. الإمام الحسن العسكري يقول: من ورع في دينه وأدى أمانته وصدق في حديثه وحسن أخلاقه مع الناس قيل هذا شيعي، يسرنا ذلك. شباب المنتسبين على ملاك أهل البيت، يقول إمامكم الحسن العسكري والد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، شو يقول؟ من ورع في دينه صير ورع 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 حليم، مو أنت هالرجل هالقيافة هالقالب هالشخصية أبو فلان. وإذا أنت لما واحد يغضبك تفقد ورعك مثل الشخاطة كبريت تقوم تخربط، لا، صير ورع، صير حليم، اصفح، اعفو، وهكذا. وسامح، ما أريد أعلق على هالموضوع. على كل حال أعزائي وأحبائي، نعود لكلام الرسول صلى الله عليه وآله الذي يقول: ذول الجيران لهم ثلاث أقسام الجيران، فمنهم جار له حق واحد وهو جارك، فهذا تماسي والصابحة وتقضي حاجته ولا تصنت عليه وشكو تجي عليه كنت ترد عنه. والنبي صلى الله عليه وآله حذر، قال هاي راح تتغير آخر الزمان، يصير الجار يسطو على جاره فترتفع البركة. قال جبرائيل: يا رسول الله، أنزل من بعدك إلى الأرض 10 مرات، المرة الأولى أنزل أرفع البركة من أهل الأرض، يفيض اللئام ويغيض الكرام وتغلى الأسعار وتجف الأنهار وتقل الثمار وتذهب رائحة الأخيار ولا يملأ الطريق إلا الأشرار. ونعوذ بالله، هذا كله بسبب البعد عن الله. هذا الشقاء البشري الموجود الآن كل سببه البعد عن الله. وثقوا أنه لا يعود الأمان ولا الطمأنينة إلى الأرض إلا بعودة قلوبنا إلى الله. لا يغير الله، نعم نعم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دير بالك أنت بينك وبين نفسك، اقعد شنو أشياء اللي نفسك تلومك تقول لك هاي مو زينة، استجيب لها يا أبويا، وعليك أن تنظر إلى صحيفة أعمالك. قال له هاي أول نزلة أنزل، النزلة الثانية أنزل أرفع الحياء من النساء، الحياء أرفع من النساء. يعني ذيك المرأة القبل لابسة قباعة أو سرساحة وخاف انشاف الرجليها وعباية تلقش وراها، راحت هاي تروح صور حبيبي واقعا، يعني ها حياة. قبل المرأة لما تشوفها كذا تدير وجهك تلاقيك وتعلج بعد بعلج وتاكل موطن، مش واقعا يعني، ماكو لا حياة في الدين. الإنسان سيزعل زعلة الزعلة، مش واقعا هذا. والحقيقة هذه إخواني، ليش هل يعني هل في الحق مغضبة؟ إجا الإمام علي سلام الله عليه لما صار خليفة قال: يا جماعة تركوا قضايا باطل صارت قبل مجيئي، أنا أريد أغيرها، ومن جار عليه الحق، اسمح الكلمة، ومن جار عليه الحق فالجور عليه أضيق. شنو معنى الكلمة هاي؟ يقول الجور عليه الحق، اللي يشوفها هاي جور بويا ما نحملها، هاي شلون نقدر؟ احنا كنا عايشين وثاردين للعجس بيه ذيك الايام، يجي على ابن ابي طالب يقسمه تقسيم عادل ما رضوا. وشكل الامام ايش قال؟
قال من جار عليه الحق فالجور عليه هذا. يعني يا جماعة يا ناس، انتم اذا تشوفون الحق صعب عليكم ترى راح يجيكم واحد ياخذ منكم الحق ويقبعكم بالباطل، واللي يتكلم يقص خشمه وياخذ مرته من حضنه ويلعب بمقدراته. واجيب لك امثله، اقرا ابن ابي الحديد شي يتكلم الى خطبه الامام علي، هناك اقراها بنهج البلاغه، يقول وسالت الله ان ينقلني عنكم الى من هو احق بي منكم، والله ميامين الراي ومراجيح العقول. يقصد عمار ويقصد أبا ذر ويقصد سلمان ويقصد مالك ويقصد فلان ويقصد فلان، ذولاك كان يعيش وياهم علي. وإذا الزمان يجيبه يعيش ويا شبث ابن ربعي ويا نعم قعقاع وما ذي اسمه الآخر وفلان وفلان والأشعث ابن قيس، هذول اللي يرحون يشربون خمر بالحيرة ويبايعون الضب ويقولوا له مد إيدك أنت على ابن أبي طالب، أنت أمير المؤمنين. أو أجوا وقعدوا تحت منبر الإمام علي وهو يصلي صلاة الجمعة، لما فرغ من الصلاة قال هل قرأتم القرآن في خطبته؟ قالوا نعم. قال قرأتم الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ قالوا بلى يا أبا الحسن قريناها. قال إن في مجلسي هذا سوف يدعوهم الله بإمامهم وهو ضب. صور بايعوا الضب، ذوله البايعوا الضب يعوفون على ابن أبي طالب ويركضون وراء الضب، هذا الضب راح يهلكهم بما فيهم أشعث ابن قيس. طرتهم أشعث ابن قيس بالليل سواله قدر ما الحلويات أو إجل الإمام، يعني عقليته تقول لمن أهدى بقى يستحق جمل، فالخير رض الإمام دق الباب إجل الإمام. شنو هذه؟ الإمام ينقل القصة على المنبر الصبح. قال وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة قد شنئتها كأنها عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت أصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. قال لجايب هاي الحلويات إن شنه صلة صدقة زكاة؟ إذا زكاة احنا نطعدنا بيت المال، وإذا صدقة احنا سادة ما ناكل صدقة، واذا هاي صلاك وناس فقرة ما حد يدري بيهم وش ياكلون وش يشربون، ليش ما تودوا لهم وتواصلوهم؟ والتفت صدق يعني اكو ناس ما حد يدق الباب عليهم، واذا يشوفوا الهدايا لفلان والفلتان الله في سبيل قضايا. يقول له اذا هاي الصلة ابويا، عاد قال له اصلة أم صدقة أم زكاة؟ قال لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. قال هبلتك الهبول، أفعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى، وإن دنياكم عندي كورقة في فمي جرادة تقضمها. شلون ورقة وجرادة عالستها وذابتها؟ أي دنياكم اللي أنتم متهلكين عليها. فهنا الإمام سلام الله عليه كأنه يقول للمجتمع، يقول لهم إيش راح يجيكم؟ راح تفقدون هاي النعمة. إيه هو الإمام يقول إيه أبا وذحة تهدلال، إيه أبا وذحة تهدلال، إيه أبا وذحة تهدلال. يقول ابن أبي الحديد بالشرح، يقول يشير إلى الحجاج الثقفي، يقول إيه أبو وذحة راح يجي يوم انت تامر وتنهى وتقدم متأخر،
يقول لهم هذا أبو وذح راح يجيكم يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم ولا يبقي عليكم حتى أثر يهلككم حتى أثر ما يضل لكم. صار حبيب أبو وذح شنه الوذح هذا الحجاج أصاب حكاك في دبره قضية تاريخية يقرأها بنهج البلاغة شرح ابن أبي الحنيف أصاب حكاك بدبره يجيبون لأدوية ما يفيده فد يوم مر صلبي عربي كذا قال له والله عندي دواء لكن إلا تآمني الله تنطيني يلا أقول لك بي خاف شو تسوي قال له قول عمي أنا أريد دواء قال له ما يفيدك إلا الخنفسانة هاي السودة نسميها أبو الجعل صار تعرفوها هنا موجودة هاي تجي على المولانا حامية على الضوء الضربة براسها دو تكسر الضوء وهي تموت اي هالشكل. على كل حال قال له هاي الوذحة تخليها بهالموقف وموضع الحكاك هذا ما دام تتحرك انت ترتاح الحجاج. او فعلا يا عزيزي هذا ابو وذحة يجيبون له حتى بعض الجماعة حتى يجي سير لي يجيب له هدية صر مال عرفت ولا من هذا هاي ابو وذحة يضمها إلى أن أهلكه الله بهاي المصيبة وهاي نهاية الجبابرة والطغاة والمنحرفين عن ولاية أهل البيت والذين هم يحاربون. والحجاج حارب الحسين وماك واحد يحارب الحسين ويسلم أبدا مهما طال به الزمن والدنيا تتهدم ويبقى أبو علي وهذا علمه. هذه روضة قدس بحسين الطهر تسطع تهبط الأملاك فيها وعلى الأحتاب تخضع في بيوت أذن الله بأن للعرش ترفع. على كل حال شو يقول هنا ابن أبي الحديد يعلق يقول وقد عرفنا أن هذا الداء يصيب كل من عادى علي بن أبي طالب عليه السلام بل كل اللي عاد علي يصاب بهذا الداء ونعوذ بالله. يقول ما من إنسان يرضى بأن يقال له أمير المؤمنين غير علي بن أبي طالب أو ينتحل هذا اللقب غير علي بن أبي طالب إلا ويبتلى بالعلة الملعونة إلا ويبتلى بالعلة الملعونة. سجل أنا هذا الحديث الآن إجبالي هذا الحديث أنا مسجله أي أن كل من تسمى اسمع أن كل من تسمى بأمير المؤمنين ورضي بهذا اللقب غير علي بن أبي طالب فهو مبتلى بالعلة الملعونة. وأعرف العلة الملعونة شنو هي؟ إذا تريد تعرف الخبر وين البحار مجلد 48 صفحة 97 اقرأ هنا. فإذا يا أعزائي لما نحن نقول هذا فعليه أنك تنتبه وتصير متمسك بهاي الشجرة. نعم أنا وعلي من شجرة واحدة وجميع الناس من شجر شتى فماذا تقولون بشجرة أنا أصلها وفاطم فرعها وعلي لقاحها والحسنان ثمارها وشيحتنا ورقها من تمسك بها عبرت به إلى الجنة ومن سقط منها ذهب إلى النار. بالك يوم من الأيام توقع من هاي الشجرة وتروح. أنا شفت بعضهم مساكين أنا من زمان بهذا خط الحسين وشفت ناس مشوا بي لكن ما كملوا خذ لسنة وغير وخذ لسنتين وغير وبعضهم خذ 10 سنين وغير وبعضهم كذا وكذا
أو بعضهم يقول خدمنا الحسين 20 سنة أو ما ندري تبين قشمرة بقشمرة مقشمريننا كان ولمامنا. أي وحقك أحكي لك الواقع. عرفت؟ أنا أحب الناس حتى هذا الحكي الحكي هذا أنا أحب وأقول اللهم اغفر له إذا مات وارحمه، وإذا حي اللهم اهديه. ما نقبل لإنسى، احنا ناس نحب الخير، احنا مجبولين على العفو وعلى الإحسان وعلى الرحمة، نحمل ضمائر مملوءة نعم بحب أهل البيت، كلها رقة كلها عطف. أنا هسا حسب الدراسة اللي عندي وحسب قراءتي وحسب الاستنتاج اللي عندي، إذا أشوف شيعي قاسي أقول هذا مو شيعي أبد أبدا. شيعي قاسي ما يصير. الشيعي يصير عنده رحمة، الشيعي عنده تفكير، الشيعي قلبه مكسور، الشيعي ينكسر موالي الشيعي يختلف. ها ترى 73 المسلمين وستفترق أمتي من بعدي إلى 73 فرقة، فاثنان وسبعون فرقة هالكة وفرقة ناجية. قيل من هي؟ قال مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هوى، والحسين سفينة النجاة. وهذا حكي حقائق، أنا ما جاي أدخلك عرض مولانا بماهيات وفلسفة وترتيبات، وبعد كايه من القلب للقلب، وهذا الشيء هو الواقع الحقيقي. ما بي أنه هاي الرواية بيها ضعف وشنو تحقيق عد فلان وما ذاكرها فلان وين موجودة في تهذيب التهذيب وعد البخاري وش قال الكاف من القبيل. هذه النتيجة أصارت ما في كتاب الله وكلام الرسول وأهل البيت صلوات الله وسلام. لقمة سائغة تريد تأكلها وتستثمرها بكيفك. ترى والناس عرفت مولانا أذواق، هذا مزكب ومسخن ترى ما له خلق يأكل مؤسكين. واحد عنده زكام ونشلة ويعطس مخبوص أو متخربط ذوقه، ما يصير لما يطيب من النشلة يالله يتذوق الأكل. هاي نشلة ما دي أكو نشلة روحية بداخلك، هاي اللي تقهر يا مولاي من يجيب لك لقمة سائغة عن أهل البيت تشمئز، اللي يجيب لك غير شكل يالله تتذوقه مع كل الأسف. فاهم كلامي؟ أي يا الله ارحمنا برحمتك. على كل حال يا أعزائي الحديث ذو شجون قال لأنزل مرة ثانية أرفع الحياء من النساء. عجيب غريب، الحياء من النساء. اللهم احفظ المؤمنات الخيرات الطيبات الأمهات البارات النساء المنجبات المحبات لأزواجهن لدينهن لوطنهن، اللي يحللن ويحرمن. نعم اللي تهز ولدها ونغمة حب الزهرة في قلبها وعلى لسانها أيابا هاي صرنا. وأما هاي اللي على كل حال الشنز الموديل من الشرق والغرب وتقيدت بيه، مو احنا تطور وحضارة والحضارة حضارة، والله الحضارة وكل الحضارة هي حضارة محمد وآل محمد. قال له وأنزل مرة ثالثة، أنزل مرة ثالثة أرفع القرآن من المصحف، أخليه بطرق جلد هذا القرآن. وتصورون هالقرائين هالأيام ما شاء الله ما أخذ طابعها متروس المساجد والمكانات، وشوف هالطباعة الجيدة الأنيقة، وشوف هالجلاد الكذا وأشكال. وأحيانا يأخذون، أنا خو أخذت قرآن اشتريته حوالي 100 دينار، لا والله 120 دينار كويتي تقريبا، صار لي عند 300 دولار وكسور، وديت هدية الواحد فت قرآن عجيب أو هالكتابة هاي الأنيقة وترتيبات. أنا قلت صدقت يا رسول الله وصدق جبرائيل الذي أخبر النبي
ما يبقى من القرآن غير هالزخرفة هذه، وكل تطبيق للقرآن ما أكو. يا أهل مطبق القرآن على مستوى الأفراد، مستوى الجماعة، مستوى كذا، بلى نقرأ في شهر رمضان مو شكل، لكنه لو تقرأ لك بس آية واحدة وتطبقها وهي ويل للمطففين، ويمنعك من أن تبخس الناس أشياءهم وتطبقها وتقول أستغفر الله، أو تصير مثل فضيل بن عياض لما سمع ذاك النداء القرآني وكان من قطاع الطرق. فضيل بن عياض من قطاع الطرق، سلاب يخطف يأذي الناس، فرد يوم طب قرير يسرق وسمع واحد يقرأ قرآن. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فخشع قلبه وبكى وقال يا رب لقد آن لفضيل بن عياض أن يخشع قلبه لذكر الله، أو طلع من القرية أو راح يتعبد ويطلب من الله العفو. مرت قافلة ورئيس القافلة يصيح سوق النياق قبل أن يستيقظ فضيل بن عياض، فيأخذ نياقكم وتجارتكم. سمعهم فبكى وصاح تعدوا تعدوا، إن فضيل بن عياض تاب إلى الله. لما تاب المجرم ورجع صار الطريق أمان. فإذا الأمان مفقود من قبل من؟ من قبل المجرمين والظلمة. على كل حال قال لها أنزل مرة ثالثة، أأخذ المصحف القرآن من المصحف، وذكر الرابعة، وكون كل هالمفرات ذكره وطول الكلام، وإن شاء الله في مجالس أخرى نذكر الباقيات من كلمات هاي العشرة اللي ذكرها وهواية مهمة. بس آخرها قال وأرفع الإيمان من قلوب المؤمنين. يا الله دخيلة هاي المصيبة، هنا كون أنت تدير بالك وتقول يا رب أنت صباحك ومساك، اللهم ارزقني حسن العاقبة. تركوا بعضهم مثل الزبير، الزبير رجال خير ابن جواد طيب خوش آدمي، دافع عن علي بن أبي طالب واعتزل الجماعة ويا الإمام علي، لكن من صار ابن عبد الله ها خربط عليه المسكين غيره. وأكو بعضهم هالشكل، أنا أتذكر فرد مرة واحد لا يقرأ ولا يكتب، قاعد يمي وأنا أكتب فرد رسالة، هو هم دراسه، قلت له ها أبو فلان أنت تقرأ تكتب وما دراسك شو تقرأ تكتب؟ قال لا أخويدمك حسين يقرأ. قلت له أخو حسين يقرأ أنت ليش؟ حسين يقرأ أخويدمك حسين يقرأ، أنا خايف من هذا اللي مثلا تابع أفكار ابنه وهذا تابع أفكار. على كل حال ديروا بالكم يا أبوي وتمسكوا بأهل البيت، وهاي الدنيا تنقضي. عاد لقماني يقول لي لابنه، يقول لي يا ولدي إن الدنيا بحر عميق وهلك فيها ناس كثير، أوصيك يا ولدي اجعل سفينتك الإيمان وزادك التقوى وشراعك التوكل، تسلم من هذا البحر مال الدنيا. أي تسلم، بل يا أعزائي وبالك تحاول يوم من الأيام توصل المنصب، توصل الثروة من طريق الكذب، من طريق الحيل. الله أكبر. قال إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام كلمات بعد، وأسألكم الدعاء وما تعبتوا إن شاء الله، أسأل من الله تعالى أن يحفظكم بحق الحسين، وإن شاء الله يغير هذا الحال اللي بيه إحنا إلى أحسن حال. وهذا موقوف ترى لا على قضايا سياسية ولا على قضايا قوة ولا على قضايا كذا، وكثر شرطة وكثر جيش هاي كلها ما تفيد. عرفت مولانا؟ الشيء اللي يفيد الوادم أن ترجع إلى الله وتستغفر، ويجي الإنسان بينه وبين نفسه للحسين هو وأولاده عياله إذا عنده خربطة، ويقول له أبو علي أنا تايب، ما شكل تتغير القضية 100%.
أما إذا ظهر على شكل تجي على كل عليه. هذا مثل اللي يجي يزور على ابن أبي طالب ويدعي على رسول الله، ماكو فايدة. تجي تزور على ابن أبي طالب تقول له فكنا من رسول الله، سوف الله حاجة هذا ما يصير. لازم الإنسان خل نعقل شوية، خل يصير عندنا عقلية. ما أدري خربطة هوسة أبو علي هاي كربلاء المقدسة هذه. اليوم أجي أمشي بالشارع أشوف الخبصة وهالكذا أقول الله، يعني إحنا تحت القباب كون مؤدبين، كون نفهم إحنا شوين قاعدين، كون نقيم هالأمور هذه. قبل أيام فرد واحد يحكي لي يقول رحت الموسكو، رحت الموسكو جابونا، يقول إحنا وفد يزورون قبر لينين، لينين يزورون قبره ناق حاطي محنطي أو كذا، يقول نمشي لكن هدوء بالآلاف نمشي خط. يقول أنا شوي احتريت نزع سترتي أي هالشكل ورد حط على كتفي، يقول جا واحد قال البس، قال أنت في مكان مقدس صير مؤدب. شوف لينين أنت في مكان صير مؤدب، يلا تمشي من نام وتمشي بكيفك تنزع سترتك وتمشي امشي امشي. قالك تمام كأنك الله هيكل عظيم، انت وين تمشي؟ عجيب. واحنا امام الحسين ابا ما نستحي، مو عيب، ما نخجل من ابي عبد الله. هذا الحسين اذا زعل الله يزعل على حسابه. اي هذا ثار الله. على كل حال احبائي اعزائي، وعلى كل والله يعني من باب محبتي ومن باب حرقة قلبي، ومن على كل حال وإحنا ما عندنا غير الحسين، وأنا هم ما أعرف غير الحسين، لا هذا ولا ذاك ولا منا ولا منا. وأنتم الأحباب وأنتم الأعزاء والتراب أقدامكم على رأس، وأسأل من الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد. وسمعوا هذا الكلام وليروح هذا السودان، وأسأل من الله تعالى أن يبارك بكم إن شاء الله. فعلى كل حال يا إخواني ما راح أذكر باقي الكلمات ومفرداتها، فإحنا وين كلامنا؟ أول ما ابتديت الحديث والمجلس أن علي بن أبي طالب أخو رسول الله، هناك الكلام الكثير يا علي. يعني واحد يريد يتكلم عنك، ابن عباس قال له لا أيهما أعلم أنت، ما علمك من علم ابن عمك علي؟ قال أنا علمي من علم علي قطرة من غيمة جايب أيام الصيف، قطرة غيمة أيام السحابة في أيام الصيف جاية مرة على بحر وقعت منها قطرة في بحر غير متناهي الأطراف. هذا علي وابن عباس يسمونه حبر الأمة. على كل حال هذا أبو الحسن سلام الله عليه، هذا غوث المستغيث وحمل المستجير. أنا بناي أروح في جانب آخر للرثاء، بس صار حكي هواية وطولنا عليكم المجلس، بس هنا أريد أختصر الموضوع. فهذا علي غوث رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله إذا وقع في شدة، وبالأخص يوم أحد لما وقع في شدة صاح نادي عليا مظهر العجائب، تجده لك عونا في النوائب، كل هم وغم سينجلي بك يا علي، بك يا علي. ولذا زينب يوم عاشورا لما خرجت من المخيم شبكت العشرة على رأسها. خرج الصارخة تصيح وا علي ولا علي لي اليوم، يقول فرا فرا لا جنب يا حال من طاح الولي فرا، والله بيا حال فرا لا جنب يا حال من طاح الولي فر مثل سرب القطة قامن بذاك الفلا يفترن. إشلون 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 قبلت يا كرار ما بينزل مطر،
والله شلون قبليت يا كرار من بين الزلم طرين طرين ومن خوف العدى مولاي بزينب غدن يتذر أم تقول ما أدري أم تقول ما أدري ونوق الهزل من يم الغير مر والله أم تقول ما أدري نوق الهزل من يم الغير أبا الحسن رسالة لأمير المؤمنين والله ويانا العليان اليوم ينغى ينغى باب خيبر هذا كتاب من زينب يا حيدا يا حيدا يا عيار ويخبر بهجمة العسكر بوي يا بوي يا بوي وطفى النط الشعر بالبر الشعر بالبر تقدر يا ابو الحملات تقدر والله تقدر عد زينب بهالحين تحضر يا ابو يا ضعني الحرام ضعني الحرم للشام قطع اتذكر مرة شنت اقرب العباس على كل شفت فد واحد مناك من اخر الناس وقال اقرا وياك هاي وقرات تقول ويانا 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 يقل العدا كتله وحسين تلوع الزينة ورضيع رضيع على صدر ذابحين والله رضيع يا على صدر ذايا يا يا ابحينا ومدت إلى نحو الغرية نادت أباها خير ماشين ونادت أباها خير ماشين نسألك اللهم وندعوك ارفع إليكم بالدعاء هل أغلكم من الأمان كذا يحكي محروم لكن أنا ما يجلس قلبه مثل ما أريد أون على الحسن هي هاي هاي
صوت الحسين وهذا صوت الثورة، وهاي اللي يخافون من أعداء رسول الله وأعداء الإسلام، وكانوا يحاربون إلا في يوم. ولا هذه الراية مرتفعة وهاي الدمعة مرتفعة، بس احنا اللي حرق قلوبنا ما يهمنا المخالف، والله هذا مخالف ما يرضى، لكن اللي هو من عندك بيك يصير ويا المخالف وينطي الشخاص. هاي المصيبة منا وسفة. اي والله ارفع اليكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، احكي من قلبه انت راضي بهالكلام اللي اقوله، واحنا تحت قبة الحسين، ولو يعني بس نتوجه اليك بالحسين بهالكلمة هاي، هي كلها من اجلك يا الله، ان فيها اللحظة تأذن للمرضى بالشفاء، وللمساجين بالاخراج، وللمخطوفين برجوعهم لأهلهم، وان تهدي الناس يا الله، وتزرع في قلوب الرحمة والامان، وتحد قلوبهم، وتوفقهم أن يخدموا هذا الوطن الجريح ويخدمون أهل البيت، وكل واحد يريد حظه سعيد وتدوم للحياة بسعادة وينال خير الدنيا والآخرة، يتمسك بالحسين بأبي عبد الله سلام الله عليه. يا أبا عبد الله اشفع لنا عند الله، اللهم عجل فرجه إمامنا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين تحت لوائه. اللهم ارزقنا زيارة الحسين دائما وأبدا، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر النبي والأئمة في البقيع وإلى من مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات، أنت مسؤول الدعاء. اللهم صل على